في تقريره الشهري، رصد الجهاز المركزي للإحصاء انخفاضاً طفيفاً بأسعار المواد الغذائية يقابله ارتفاع بمعدل التضخم خلال أيار المنصرم، والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار التي أضعفت القوة الشرائية للمواطن وابتلعت السوق العراقية، مؤثرة بدورها على أصحاب المحل أيضاً. طبقة البيض الديوانية بثمانية تباع بسبعة، كانت بستة، كانت بستة، اكو بيض كانت باربعة، اكو بخمسة، هسه وصلت حتى بثمانية آلاف. صاحب المحل تأثر مثل قوة شرائية قلت عنده، هواية قلت عنده، مو مثل قبل يعني قبل مثل المواطن يبي يسوق له مثل 50 ألف، هسه يسوق له 10 آلاف. الفساد المستشري في البلاد وانتشار البطالة وتغييب المنتج المحلي والاعتماد على المستورد أسباب لم يستطع ارتفاع سعر برميل النفط الشفاعة لها لتقليل حجم التضخم المستمر منذ مطلع العام الحالي. يعني استبشرنا خير عندما ارتفعت أسعار النفط، لكن هذا لا يكفي. ارتفاع أسعار النفط هاي مرات عديدة يعاد ولم نستفاد منها. مفروض نسخر الفوائض مال النفط في قطاعات إنتاجية، خلق فرص عمل للعاطلين، تقليل نسب الفقر بالمجتمع، راح يقلل من التضخم ويقلل من نسب الفقر بالمجتمع. الاستغلال الأمثل ومنع هدر الأموال وتشغيل القطاعات الإنتاجية الصناعية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بالبلد، هاي مسألة مهمة، راح يؤدي إلى نتائج إيجابية ومنع الفساد المستشري اللي صار. سعر صرف الدولار الذي ثبت على 1500 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد بات أحد أبرز مسببات الارتباك والركود في السوق العراقية، وعلى الرغم من ارتفاع سعر النفط إلا أن نسبة التضخم ازدادت، وهو ما يثير الاستغراب. من بغداد، زينب المشاط، التغيير.